إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه إلى شقيقه أمير الكويت بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا. من جانبه أعرب أمير الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.